يا خادم الحرمين الشريفين، أيها الملك الغالي، يا أبا متعب، يا صدق الرجال أنت، يا نبل الرجال أنت، يا وفاء الرجال أنت، أخاطب فيك شوق شعبك الوفي لك، وأخاطب فيك محبة قلبك لهذا الشعب الوفي، وأنت نبضه وحبه كله. طال لك وقد كنت في رحلتك العلاجية، كان فيها شعبك معك بقلوبهم وعيونهم ودعواتهم الصادقة. هذه العرضة السعودية في رايتها خلود أمة وأصالة مجد وإخلاص عقيدة، وفي كلماتها تعبير حب ومشاعر فرحة. وأنت يا سيدي تعانق وطنك وشعبك بعد رحلة علاج، تزهو هذه العرضة على وقع الدفوف وأصوات الرجال وبريق السيوف، بهاء احتفاء بك وبمقدمك الميمون.